تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييت كل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بمدينة سطات، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرات تنوري والجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى بالمملكة المغربية، وكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. يلا ترجعنا بنات ولاد بتاريخ 14/10/2023، هذا البقر غادي تلتزم من مدينة سطات، وهادو منتزق مع بدر. هذا الخيرات تبارك الله، بشحال تقريبا غادي يتقام عليكم اللحم في تازة؟ اللحم 80 درهم المليحة بالزيتون مع الصيام. واني راه تبارك الله راه أخير ما كاين، أخير ما كاين رقم واحد فعلا في السوق، واخا البقر مربوط هذا البقر. وهادو احبابتونا من القدامى في هنايا في تيجيو للسوق الاسبوعي بمدينه سطات، ممتازه ديما البيع والشراء يجي من انحاء المدن المملكه المغربيه لجميع الاسواق. هذا بشحال هذا؟ هذا 580 الزيتون. 580 تبارك الله، اخير ما كاين في البلجيكي، اخير ما كاين بدر تيموت على هادشي كنبرعوا الناس. ايام تبارك الله تبارك الله، بقر مليح. 22000 الزيتون. شحال؟ 22000. ويني راه عارف شحال اللحم الزيتون؟ عارف اخويا نشوفكم بثلاثة الملايين 20000 20. تبارك الله على السي بدر، مخبور هادي راه اكثر من عام ما شتك هنا. جينا هاد المره ما تبرماش. اييه ياك بخير بعد النشاط. كنا بين 70 و 80 درهم. ها هي اللي كاينه السي فهد. حتى انتم عندكم تباك في تازه؟ واه الثمن كاين. حتى هما عندهم في تازه كاين الثمن، ما يطلق لك البهيمات. كاين الجوده. الجوده كاينه. مع ديما نقول راه ديما بدر قلنا تيدي جودة ديما من مدينة سطات إلى التازة، صاحبنا من القدامى. ترى هذوك الثلاثة راه ما بقاوش بقر ها؟ هذاك راه داكشي راه خيال. واحد العنقرة واحد السلعة غير دخل تما. دخل تما عرفت هو وصل بقر. تبارك الله على بدر وصاحبي. الله يحفظك الزيتون. يلا هذا غادي التازة كما تشوفوا في فستاتو حيت الليل دابا كاين ما حكموش. شحال هذا العرض؟ بشحال شحال خدتو؟ هذا 650. 650 32500. حيت اخر ما يكون اخي الزيتوني ياك اخر ما يكون. واني هذوك اللي صورنا قبله رفع منه تقريبا قريب ليهم قريب ليهم. تبارك الله تبارك الله. 650 سير الله يصدق ليكم. سير جوج ونص جوج ونص تيقول 500. هذا مولي غير كسابة. هذا واقيلا كسابة. تنحييو جميع المشاهدين قناة زيتون المرجان في المكان، والناس اللي تكتب لنا التعليق أو الكومنترات. نحييو عيالات رجالة بنات ولاد من طنجة الكويرة في القرى في البادية في المدن الصغرى والكبرى بالمملكة المغربية. كان عمي رشيد. هذا من صراغنا جا هنايا من صراغنا وتيهدف هنايا في السطات واحد القطرات. الله يهنيه ب 500. هذا من الصراغه واني على وجه الرحاني بصحتك اولي. انت عند ولد سمهم اش عطيتي؟ 470. 570 اش عطيناه؟ وراه كنا نبيعهم خمسه هذا اليوم. ثلاثة ملايين داه وتلفقي في السوق الأسبوعي بمدينة سطات. هذا كزار ويبيع ويشري في الطاول الكزاري.
ديالك السلعه بوزيشن. ومهلو ساهل بوك ساهل ولا بوك ما ساهلش؟ الله يسهلك. انا بوينينا وبوينينا شحال؟ 526. لا مو زين هذا العرض 526. صاحبي رانا 526. وانت حاجه ما درتوها وسير حسب معهم الفلوس سير حسب معهم ما قنعتيش 526 26 الف تاع الدرهم و 300 عرفت من لاموزين ورقبه ورقبه وتبيع لي رقبه 510 او باغي تلحقيه ل 2000 ريال كيلو هاد الرقبه ما عندوش الحباسات كاع دقه وحده شحال ود حميد؟ 21800 60 قلت لهم 900 بزاف وقلب العرض هذا سيدي كاع 140000 شري عدو فيه شري عدو فيه اش عطيتي 760 والحسين عرض راه الظلمه شحال قلتوا لي مولود؟ قلنا لهم 900 سيدي عطاونا 760 قلنا لهم 900 760 اللي عطاوكم عرض اغليد ماشي ملكي فصل ملكي خاص يكون فصل الرجله وحده والطابق وحده اهو اغليد اهو اغليد عرض زيد شله الحم راه شله فلوس 760 4 الملايين قال 40 الشنطه سلحيت اهلا وتتقربك لهاد واسي اي 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 ولا يقول علاش اي هذا راه حيد حيد البيل حيد واخا تاع الظلمه خلا واحد كاين الظلمه في السوق وزدتي الظلمه على شرك حد دابا عطينو 700 تيقول عطوني 760 وبغى فيه 900 عرفت هو هذا مولا 760 تيقول لك عطوني 900 دابا عطينو 700 بغيتي فيه 620 انا عطاك فيه 540 عطاك فيه 540 وانت قلتي وانا قلت وانت حيت قلت ما قلتيش لي جات عطاوك ولا جات هذا بغيتي فيه 620 عطاوك فيه شي حاجه سي محمد قلنا فيه 600 قول سجل كاين الظلمة في السوق الأسبوعي في مدينة الصاج ها؟ ياك 1400 صاينة شحال؟ كاين 73 74 راه كاين 83 درهم في بكار خيالي خيالي هي المليح أخير ما كاين في المليح شحال أودان؟
اهلا الزيتون. اهلا البدر. اهلا الزيتون. كي داير بخير؟ كي داير بخير؟ الله يشط الله يحفظك. هذا بدر من تازة. ياك؟ كان مليح سي بره. شحال وداد؟ بجوج ليا عطاونا 8000 ريال.